شهدت مباراة التعاون والقادسية لقطة مثيرة بين لاعبي الفريقين خلال مباراتهم في كأس الملك. وفي الدقيقة 41 من عمر المباراة حاول لاعب القادسية المرور من لاعب التعاون، ولكن تركوا الكرة تماما وحدث شيئا بينهم أشبه بلعبة المصارعة حسبما وصف المتابعين اللقطة. وأثارت اللقطة الجدل بين المتابعين، وهناك من صخر منها. شاهد اللقطة.